السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إيمان جابر من قناة منوعات إيمي. النهاردة بقى هناخد الأرنبيط أو الزهرة زي ما بيسموه في البلاد العربية. شايفين الجمال بتاعه عامل إزاي؟ هقدمه لكم إن شاء الله بثلاث طرق مختلفين، طريقة والدتي ووالدتك اللي كانوا بيعملوها زمان، والطريقة دي أنا اللي بعملها، بتبقى جميلة أوي أوي وطعمها كمان بيبقى طعم، وطريقة ثالثة تكون صحية إن شاء الله. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبتدي الاول ازاي نختار الارنبيط. لازم يكون طازه زي ما انت شايفه كده وفي العروق بتاعته وتكون خضره، ما تجيبوش اصفر. تقطعيه بقى العروق بتاعته، انا باخد الزهرات بس، يعني اي عروق تانية بتركها. يعني شوفي الفيديو بقى لانه ما تسيبيش اي حته فيه ولا فقره فيه، لانه في تكات وحركات كده انا بقدمها لكم. الوصفه ان شاء الله هتلاقيها كامله داخل الفيديو، اتفرج عليه للاخر. شايفه انا باخد بس الزهره دي بس كده، او الوردات بتاعه الارنبيط. هقطعها كلها واكون طبعا حاطه حله ميه على البوتاجاز. نغسل بقى الارنبيط بميه على الحوض ونبتدي الاسرار. اول سر حط شويه لبن، ده بيمنع الانتفاخات، وبعدين اضيف شويه ملح. السر الثاني معلقه كمون بردك بيضيع الانتفاخات، وقرن شطه. وساعه الميه ما تغلى اروح مسقطه الايه الارنبيط، وخمس دقائق بالظبط تحسبيهم زي ما انا عامله، وتشيلي الارنبيط. ما تخليش الارنبيط يتهرى منك، شيليه على طول من الميه. عندي بقى فلفل الوان، بصله بشرتها وصفيت ميتها، دقيق، نشا وبقدونس، بيكنج باودر هاخد نص معلقه، وعندي التوابل بتاعتي بقى، كمون، فلفل، بصل بودره، كركم، ثوم بودره، وكزبره ناشفه، ونص معلقه ملح. ومعايا كمان بيضتين اتنين ونص كوبايه لبن. بصوا بقى انا هجيب كده الارنبيط وهاخد بس الايه الوردات بتاعته من فوق بس، هسيب العروق هاخد الوردة بس. هناخد الزهرات ونسيب الايه العروق بتاعتي. انا بحب الوصفة دي اعملها بالزهرات بس. قطعتي كده كله، حاول انك انت برضك تكسري فيها، انا مش مستوياها قوي، مش هرياها يعني، عشان تستحمل معايا وانا بقلي. دلوقتي احط بقى الفلفل الالوان، هما معلقتين تقريبا، مش مكتره يعني، ما تكتريش في الحاجات السايله. البصل بردك انا عصرته كويس، هاخد التفل بتاعه بس. احط بقدونس، اخلطي كله بقى مع بعضيه بالشكل ده. وبشرت طماطمية كمان، انا هاخد اللحم بس بتاعت الطماطم، صفيت منها الميه يعني. نزود شويه بقدونس كمان، الخلطه دي انا بحب البقدونس فيها اكتر من الكزبره والشبت. احط بقى التوابل، واحط لكم كمان التوابل في صندوق الوصف. اخلط كله مع بعضيه واضيف البيضتين. انا عيالي بيحبوا الارنبيط بالوصفه دي، بتبقى جميله جدا، وكل اللي اكلها بردك شكر فيها. نحط معلقتين اتنين من النشا بتخليه مقرمش، واحط نص معلقه بيكنج باودر مش هكتر، بردك بيخليها جميله. العلبه اهي باخد نص بس معلقه، ثلاث معالق دقيق،
ولو احتجت كمان هزود معلقة. اخلط كله بقى كده مع بعضيه. نزود بقى نص كده ايه كوباية لبن واخلط الكل مع بعضيه. طبعا هي وجبة بسم الله ما شاء الله متكاملة يعني، تعتبر فيها الخضار، فيها القرنبيط، فيها لبن، فيها بيض، عناصر غذائية متكاملة هيت. محتاجة كمان معلقة زودها. خليها كده بقى شوية لما اوضب الوصفة التانية معاكم بردك، اغطيها كده بسترتش واركنها جنبي قبل ما اطلع على النار. نوضب الخلطة التانية وبعدين نبقى نسويها. بيضتين اتنين الخلطة التانية بتاعت امي وامك بقى اللي كنا بنعملها ايه زمان. والخلطة طبعا جميلة، نحط عليهم نص كوباية لبن وغذائية بردك. دي كمان طريقة جميلة جدا وتحفة الصراحة، والطعم الأصلي بقى بتاع القرنبيط بتاع زمان. التوابل هي هي، ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وبابريكا وشوية كركم، وقلب كله شوية ملح وقلب كله كده مع بعضيه. معلقتين اتنين من الدقيق وقلبهم كده مع بعض. معلقه النشا بقى اللي كانت فاضله حطها هيت. النشا بيقرمشها، بيخليها مقرمشه. ونص معلقه بيكنج باودر ما تزوديش. المعلقه اللي بستخدمها معلقه صغيره، ومعلقه خل بردك بتدي طعم حلو قوي، وبتضيع زفارة البيض. قلبي كله كده مع بعضي. الريحة يا جماعة ما اقولكوش الريحة خطيرة. بص انا هستخدم بقى كزبرة وشبت، الوصفة دي هحط فيها كزبرة وشبت. الوصفة التانية استعملت البقدونس بس، الوصفة دي هستخدم الكزبرة والشبت، وانت زي ما تحبي. هحط عليهم بقى 4 فصوص توم، هفرمهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبالهون كده اخدهم دقه خفيفه. شايفين انا خدتهم ايه دقه كده، دبلت بيهم الكزبره والشبت وضفتهم للايه للبيض. احط بقى القرنبيط يشرب بقى من الخلطه الجميله اللي انا عاملاها دي. بصراحه بقى الريحه ايه بقى يا جماعه، التوابل مع البيض مع الحاجات دي كلها ما شاء الله خطيرة. نروح على الزيت بقى نقدحه ونوطي عليه ونحط القرنبيط. المنظر جميل، هو منظر وريحة بصراحة يعني حاجات كده رهيبة للناس اللي بتعشق القرنبيط. هاخد طاسة كمان تانية، هي قرنبيطة صغيرة بس بسم الله ما شاء الله يعني جميلة. عملت لي الكم ده للي بيحبوا ان هو ياكل وردات، واللي بيحبوا ياكلوا زي الطعمية كده. دلوقتي هقرصه معاكم واوريكم ازاي اتعمل زي قراص الطعميه. هطلع ده الاول كده ويكون جنبي كده ايه طبق فيه منديل من مناديل المطبخ عشان يمتص منه الايه الزيت. رغم الزيت يعني انتوا لو انتوا شايفين الطاسه انا ما زودتش الزيت، الزيت هو هو. الوصفه دي جميله جدا بتخلي القرنبيط ما يشربش الزيت. انا قرصت كده القرنبيط زي الطعميه شايفين، وحطيته كده في الزيت على ايديكي كده
ما تتخنيش قوي، رقيه ووطي الزيت على اساس ما يتحرقش منه. بصي ارمش بقى وجميل كده، قلبي بقى، تتكي عليه كده على اساس ان هو يستوي من جوه، ونطلع الارنبيت بتاعنا الجميل. نعمل مرة كمان، لو اكلتي بالطريقة دي على فكرة بقى هتعملي كل مرة بالشكل ده، هيعجبك ويعجب ولادك ان شاء الله. يعني كل اللي اكل منه شكر بصراحة، يعني عيالي بيحبوه ما شاء الله، واهلي كلهم لما بيجوا بعمله لهم، كمان اصحاباتي لما بوديه لهم بردك بيعجبهم جدا. والله بيحتاروا فيه، بيقولك يعني طعمه كده جميل زي البوستيك، هو طعمه حاجة كده جميلة. يعني الطريقة الثالثة بقى الطريقة الصحية، لو انت مثلا عندك مشكلة بالنسبة للزيت، تجيبي ورق زبدة وتفرشي الصينية بتاعتك كده، لو حابة تفرشيها كمان بفرشة زيت مفيش مشكلة، يبقى فرشة زيت خفيفة جدا على ورق الزبدة يعني، وتقرصي بردك القرنبيط بالشكل ده زي الطعمية كده بردك، وبعد ما تقرصيه تحطيه في الصينية، وعلى درجة 200 تحطيه في الفرن نص ساعة. بصي بقى الجمال كله، انا مطلعت دلوقتي الشكل اللي تحفة وجميل جدا ومستوي، رهيب رهيب يا جماعة والله، ما يختلفش عن المقلي خالص، ومقرمش وحلو جدا شايفين، والطعم سكر جميل جدا. نيجي بقى لايه اللي احنا عملناه، الطريقتين اتنين دي طريقة والدتي الله يرحمها، كانت بتعملي وردات لنا كده، ودي الطريقة بتاعتي اللي العيال بيحبوها، طعم حكاية. اتفضلوا يا جماعة اشتركوا بقى في قناتي عشان توصلكم كل وصفاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بخير.